المشاهدون الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اليوم وفي هذه الذكرى المجيدة لأعياد الاستقلال. تحية وفاء لجيل العطاء وجيل الزعماء وجيل الآباء الذين رسموا لوحة إرادة الوطنية ووقفوا تحت راية الوطن بكل عز وافتخار، وأصبح هذا اليوم المجيد لأعياد الاستقلال ذكرى يحفظها الأجيال وذكرى يحتفي بها التاريخ. نحن اليوم نحتفي عبر هذه الفطرة المخصصة من ظلال الأصيل وهذه الحلقة بهذه الذكرى المجيدة. كل سنة وانتم طيبين، عام سعيد مليان سعادة ومليان خير كبير لهذا الوطن الجميل، هذا السودان اللي بيجمعنا في كل مكان. أهلا بكم، وحنمشي لاستراحة ولحن وطني ونعود إلى هذه الحلقة من ظلال الأصيل المخصصة للاحتفاء بأعياد الاستقلال. جيت انجيت يا عيدنا الخالي عيد العز يوم واحد واحد يا عيدنا الغالي
التحية والتقدير لكم مشاهدونا، وأنتم تستقبلون شارك بصنا الفضائي. ولكن قبل ذلك هنالك نط لكل المحبين للأوطان يستلمون هذا الحب الكبير ويقفون تقديرا واحتراما، ليظل هذا الوطن الكبير علما بارزا ومهما بين الأمم. أهلا بكم في هذه الذكرى المجيدة لأعياد الاستغلال 1/1 في العام 2023. عام سعيد على كل مشاهدينا، وإحنا في بواكير حلقة اليوم من ظلال الأصيلة المخصصة لهذه الاحتفائية التي يقف لها يعني التاريخ ويصمد لها ويعيد نفسه من خلال هذا اليوم. وربما الكثيرون يعلمون أن هذا الاستقلال كان في 19 من ديسمبر، وكان الاحتفاء رسميا 1/1/1956. أهلا ومرحبا بكم، وبمعيتي أحد يعني المميزين جدا في المجال الإعلامي، شاعر وكاتب وصحفي، وعنده عدد من الإسهامات في المشروع اللي بيعنى به الأوطان وحب الأوطان. سعيدة جدا أنه يكون معي دكتور عماد الفضل، وهو زي ما ذكرت وتفضلت أنه شاعر مختلف. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بكل الكرو العامل في قناة الشروق، وأهلا بكل الشعب السوداني الموجود داخل الوطن أو خارج الوطن، أو كل الذين يحبون الوطن وموجودون داخله. كل سنة وانت طيب، وعام سعيد، وعام مليان خير ومحبة. وأنا بنتهز الفرصة دي اللي احنا بنقف فيها إجلالا ووفاءا ويعني عطاءا للآباء الذين وقفوا على رفع هذه الراية الحرة الوطنية، وكل الزعماء. ولا تفوتني الفرصة أن أحيي كل أمهات الشهداء في هذه الحلقة، وأترحم على الشهداء الذين مهروا أيضا أرواحهم فداء لهذا الوطن. سعيدة بك في البداية، وإحنا يعني في هذه الحلقة دي أعياد مجيدة ودي ذكريات جميلة، كيف نصنع التغيير وكيف نصنع الجديد لهذا السودان؟ أنا عندي رؤية يمكن مختلفة شوية، طبعا بحكم سني يمكن أنا لما حصل الاستغلال أنا مواليد 29/10/54، يعني زول عجوز، يعني كان عمري أقل من سنتين لما حصل الاستغلال. لكن أكون واضح، يعني أنا ما أعرف إذا أنتم بتوافقوني ولا لا، نحن لسه ظالمين الوطن. والله الوطن كان بيستحق من الاستغلال حتى هذه اللحظة، بيستحق الأفضل والأجمل. لأنه أنا يمكن سافرت بلاد الدنيا كلها، أمريكا وكل أوروبا وكل دول الخليج، كل العالم أنا مشيت فيه بحكم عملي كطبيب خاص لأمير منطقة المدينة المنورة. فشفت العالم ده كله، والله الخيرات الموجودة في هذا الوطن لا تضاهيها أي خيرات. تذكر إحنا من 56 وإلى الآن، يعني في حاجات لسه فايتة علينا، في حاجات مفروض نعملها، في حاجات ممكن نجعلها بشريات لهذا العام. نعم جدا. أنا في رأيي لازم نحن نعمل جردي حساب عشان نشوف شنو كانت الإشراقات وشنو السلبيات. يعني هل فشلنا كنخب كحكام ولا نجحنا؟ أنا أعتقد السودان ده كان ممكن يكون أفضل من كل دول الخليج وأفضل من كل دول العالم اللي حوالينا. والله خرطوم دي كان يشار لها بالبنان في نعم يعني في مطلع الثمانينات. عشان كده أنا بقول أنه نحن نحتاج أنه نعمل جرد حساب ونحاول نغير كل السلبيات اللي حصلت حتى هذه اللحظة. نكون واقعيين. عشان كده أنا قلت أنا لسه في حصة وطن. صحيح، أنا والله في حصة وطن. الحصة وطن أصلاً، هي الحصة وطن والمنتظرنا يعني كثير. إحنا في فترة بتاع التغيير، والتغيير سنة الحياة، يعني إحنا منتظرين الكثير من يعني التغييرات اللي حصلت، منتظرين إنه كيف ننهض بالسودان فكريا، ثقافيا، اجتماعيا، سياسيا، كل هذه الأدوار المتكاملة اللي تبني المجتمع السوداني. حنتحدث أكثر في هذه الفقرة المخصصة لأعياد الاستقلال مع كل مشاهدينا من هذه الحلقة في ظلال الأصيل. فاضل لحني ونعود. تاريخي في عمر الأمة السودانية، ففي مثل هذا اليوم من عام 1956 أشرقت شمس الحرية بخروج آخر جندي بريطاني من أرض السودان، ورفرف علم السودان الجديد بألوانه المميزة إذاناً ببداية العهد الوطني.
لقد جاء استقلال السودان محصلة لحقبة طويلة في الجهاد والنضال ضد الاستعمار الذي جثم متحكما على موارده وثقافة شعبه، قدمت خلالها ألوان من التضحيات الوطنية العظيمة والثورات الشعبية التي دفع فيها شعب السودان دماء غالية لشهداء التحرر الوطني، ومغالبة للأسر والسجون مهرا للحرية التي ينعم بها أبناء السودان الآن. لقد ورث السودان من الاستعمار البريطاني نظما لا تتوائم أو تتوافق مع تركيبته الجغرافية ونسيجه الاجتماعي، وإزاء ذلك ظلت الحكومات الوطنية المتعاقدة تسعى نحو إرساء نظم جديدة بما يخدم الأهداف والغايات الوطنية.